السلطان الرجيم. ما في بطني محرم
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها
بأن الله يبشرك
وسيدا
الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Thank you.
يختصمون
رسولا إلى بني أني أخلق لكم من كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
إلى يوم
والله لا يحب الظالمين.
فإن تولوا فإن الله
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله
صدق الله العظيم.